صادقتها مع صدق في الإحساس. هيا نمرح هيا نمزح مع يا بنات شاب دا 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 بيري شوكي اسمك سكر لبن أكثر شاب دا 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 بيري شابري شوكي لما نلت القو أحلى أبدا أبدا أو أغلى شاب دا 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 بيري ولكن لأننا تعاوننا كان مسليا ولذيذا. كاسترد، كان عملك في هذا المشروع مهما ولا يستطيع أي أحد إنجازه. أرأيت يا كاسترد، هناك من يقدر عملك. حقا؟ وهل كنت أنا أعمل؟ إنها أجمل كعكة رأيتها في حياتي وأمتع مرة أخبز فيها الكعك. هذا بفضلك. قبعات الحف، سنجدها في محل القبعات. ها؟ لكن لا يبدو هذا المكان دكانا للقبعات. انتظروا لحظة، مررنا في هذا الطريق من قبل. قلت لكم لنسلك الطريق المنخفض. لا يبدو هذا الطريق صحيحا. قلت لك سابقا لنسلك الطريق العام. الطريق الأوسط. حسناً، يبدو أننا ضللنا الطريق. كلامك يعني أننا ضائعون، وبالتالي لن نتمكن من إقامة الحفل. ماذا؟ نحن ضائعون؟ اتجهتم شمالاً؟ أم اتجهتم جنوباً؟ أم شرقا أم غربا؟ من أنت؟ هيا أخبرينا. أم الشمال الشرقي أم الشمال الغربي؟ مرحبا، يبدو أننا ضائعون. هل أخبرتنا في أي اتجاه نحن؟ لا مشكلة، أنا الفرس الناطقة هاني ومختصة في الاتجاهات أيضا. أنا
سعيدة بوجودك هنا، فنحن لا نعرف الاتجاهات. لا تقلقي يا صديقتي، فأنا كما قلت لك من قبل الفرس الناطقة والخبيرة بكل الاتجاهات في هذه المنطقة، ويمكنني إرشادكم إلى أي مكان. إلى أي مكان تريدونه في العالم كله، فأنا أعرف الاتجاهات الثمانية. عما كنت أتحدث؟ عن الاتجاهات. هل أخبرتنا أي اتجاه نسلك حتى نصل إلى متجر القبعات؟ متجر القبعات؟ إنه أحد الأماكن الرائعة جداً، أعرفه جيداً، فأنا أتردد إليه دائماً. اسمحوا لي بأن أرافقكم. سيكون هذا مذهلاً، شكراً لك. أربطي عربتك إلي. بهذه السرعة سنعوض الوقت الذي ضيعناه. ذيلها يضايقني كثيراً، انظري إلى تلك الأقدام الطويلة. كاستر، كفى ثرثرة. يبدو أننا خرجنا من أرض قلعة الكعك. أجل، ويبدو أن الآنسة طويلة الأقدام أضاعتنا الآن أكثر من السابق. مشكلة يا هاني، أظن أننا انعطفنا انعطافا غير صحيح. لا، لا تقلقوا يا أصدقاء، فنحن نسير في الاتجاه الصحيح. ألم أقل لكم أنا الفرس الناطقة الخبيرة بكل الاتجاهات؟ بل أخبرتنا هذا مرارا، وقلت لكم أيضا بأنني أعرف الاتجاهات الثمانية كلها. لحظة، أحس بأن أحدا ما يراقبنا. وهذه أختي أبل، وهذا صديقي كاسترد، وهذا أيضا صديقنا باب كيك، وأنا الفرس الناطقة أصيلة الخبيرة بالاتجاهات. في الواقع لديك منظار جميل جدا يا هاك. تودين تجربته؟ بالتأكيد. شوكولا، أتريدون الذهاب إليه؟ ولم لا؟ هيا هيا بنا. كنا نحاول الوصول إلى متجر القبعات. إنه يقع في الاتجاه الآخر. حقا؟ رائعة. شكرا جزيلا لك يا هاك. إذن لنذهب إلى متجر القبعات، أليس كذلك؟ هذا صحيح، وجدنا القبعات ووجدنا ما هو أفضل. صديقين جديدين رائعين. نهر الشوكولا. يبدو باب كيك سعيدا جدا. يذكرني بالوقت الذي قفزت فيه الحاكمة على ظهري وانطلقت بها مسرعة عند الغروب. ليس هذا وقت ذكرياتك.
لقد أحسنت يا ستروبيري. حقا أنت فتاة جريئة وشجاعة جدا. ما كنت لأفعل هذا لولا أنت يا غني. الأقدام الطويلة مفيدة في بعض الأحيان. جذع واحد فقط. باب كيك، ارجع إلى هنا حالا. تحب اللعب. لدي فكرة رائعة. أبل، أمسكي باب كيك قليلا. لعبور النهر، ولا شيء أفضل من التعاون لإنجاز العمل. لم أدرك من قبل أن العمل الجماعي مسلى جدا. يا لها من تسلية. حسنا، ها قد انتهينا. ستكون رحلة ممتعة جدا. البشر. ماذا قلتي؟ مخلوق من البشر؟ إنه ليس قطة، إنه من البشر، لكني شعرت بأنه صديق. هذا ما تريد قوله. فالصداقة تعني أن ننسى الشكل الخارجي ونحب الآخرين لما يكنونه في داخلهم. في الواقع وجدت داخل هاك بعض الصفات الشبيهة بالقطط. والآن صار لدينا كل ما نحتاج إليه لإقامة الحفل. حفل! وهذا هو البسكوت. أجل! فاكهة! عصير! أجل! أجل! كعكة! أجل! وقبعات! أجل! أجل! إذن فقد اكتملت قائمتنا تماماً. لماذا أحس بأننا نسينا شيئاً؟ يا إلهي، لقد نسينا أن ندعو الضيوف.
جيد، سنحتاج إلى بعض المواد. أولاً سأضع الورقة على الأرض. ثانياً سيكون باب كيك مثل الفرشات. أبل، ستعطيني علب الطلاء إذا احتجت إليها. باب كيك، ادخل في الوعاء ثم زين الورقة. إلى الوعاء. رائع، إنها مذهلة. والآن يا كاسترد، عليك أن تكتب الدعوات. أنتم مدعوون لحضور حفل. هذا جيد. أبل، ضعي بعض الطلاء في الوعاء فقد نفد تماما. سنجعلها طائرات ورقية. ماذا؟ سأذهب بلا تردد. ها؟ هذا مدهش. ها؟ هذا جميل جدا. كنا حزينين، فقد ظننا أن فكرتنا لم تنجح، ولكن فجأة سمعنا صوتا. ها؟ أليس كذلك يا أبل؟ أهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. أهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. أهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. إنا فرحونا بكم، قد سعدنا بوجودكم. أهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. لدينا بسكويت وحلوى صنعناها بأنفسنا. أهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. تذوقوا من كل الأصناف، كلوا لكن دون إسراف. أهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. أهلا 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 وسهلا أهلا وسهلا في كل الأصحاب. أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالأصحاب. لدينا بسكويت وحلوى صنعنا. لقد
لقد صرت أرى النصف المملوء من الكأس، وهذا يعني أنني هيرو متفائل جدا. ستروبري في أرض الفراولة تعيش في أمان، بين الأهل والأحباب يعطونها الحنان. ستروبري في كل مكان، أرض الفراولة هو العنوان، هذا هو بيتها مع أحلى جيران. هيا نقفز هيا ندور، أحس بأحلى شعور. هيا نقفز هيا ندور، أشعر بفرح وسرور. ستروبري في أرض الفراولة تعيش في أمان، بين الأهل والأحباب يعطونها الحنان. ستروبري في كل مكان، أرض الفراولة هو العنوان، هذا هو بيتها مع أحلى جيران. هيا نقفز هيا ندور، أحس بأحلى شعور. هيا نقفز هيا ندور، أشعر بفرح وسرور. ستروبري في أرض الفراولة تعيش في أمان، بين الأهل والأحباب يعطونها الحنان. ستروبري في كل مكان، أرض الفراولة هو العنوان، هذا هو بيتها مع أحلى جيران. هيا نقفز هيا ندور، أحس بأحلى شعور. هيا نقفز هيا ندور، أشعر بفرح وسرور.